هلو ماي دير ستودنتس، اهلا بكل متابعين قناه انجليزي كل المراحل وبكل طلاب برايمري 3 مكملين مع بعض منهج كونكت بلس للصف الثالث الابتدائي الترم الثاني. وصلت معاكم النهارده ليونت 9 ليسن 8. تعالوا النهارده ندرس مع بعض كلمات الدرس الثامن من الوحده التاسعه ونحل كل تدريبات كتاب المعاصر. تعالوا نشوف كده اول حاجه مع بعض. بسم الله. Please open your books on page 125. أول كلمة من كلمات درسنا هي هليكوبتر. هليكوبتر، طيارة، هليكوبتر. طيب طيار يعني pilot. pilot، البي بي strong، بخرج هوا من بقي وأنا بنطقها pilot. pilot. كمان كلمة coast، ساحل. coast، السي بنطقها بصوت حرف الكي. طريق معناه road. رود، طريق. كمان الريف، احنا كنا عارفين ان كانتري بس معناها بلد، لكن كانتري سايد يعني الريف. كانتري سايد. طيب طائرة معناها يا اما اير بلين او بلين بس، يعني اقدر اقول بلين او اير بلين. كمان سيارة الاسعاف اسمها امبيلانس. امبيلانس، امبيلانس، امبيلانس. كمان كلمة أخصائي طب طوارئ اللي هو المسعف بيبقى اسمه paramedic. 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 السي بنطقها بصوت حرف الكي. طوارئ اسمها emergency. emergency. emergency، حالة طوارئ. مناطق اسمها areas. areas. كثافة سكانية population. population. خلي بالك ان التي والاي والاو ما تنساش ان احنا بننطقها بصوت حرف الشين. population، كثافة سكانية. و lives جمع life اللي هي حياة، جمعها lives الحيوات او الارواح. هنا بقى تعالوا نشوف بقى هنا الافعال. save ينقذ والماضي منها saved. drive يقود، يسوق سيارة، يسوق اتوبيس. drove. تعالوا نشوف بقى التعبيرات وحروف الجر. give first aid يقوم بعمل اسعافات اوليه. get people to يوصل الناس الى. about 6-hour drive يقرب، يعني يقود الى ما يقرب من 6 ساعات، عم بيسوق لايه؟ لمده 6 ساعات. خلي بالك ان hour معناها ساعه والاتش ما بنطقهوش. طيب كلمه save lives ينقذ الارواح، ماشي. fly people to يعني بينقل الناس جوا. فلاي يعني مش بيطير الناس، لا هو بينقلهم عن طريق الايه؟ الطيران، بالطائره يعني. inside the plane يعني داخل الطائره. تعالوا كده بقى نقرا درسنا مع بعض كلمه كلمه، هنفصصه مع بعض. بيج 126، خليك معايا كده بقى بالقلم كلمه كلمه ويلا نركز. اول حاجه هنا احنا هنتكلم who are flying doctors، مين هم الاطباء الطيارين؟ تعالوا نعرف مين هم، يلا بينا. Flying doctors. When you are sick، عندما تكون مريض. You، أنت، can، بتقدر. Go to hospital in a car، بتقدر تذهب إلى المستشفى في عربية. In an emergency، في حالة الطوارئ. You can go in an ambulance، بتقدر إن أنت تروح في عربية إسعاف. The people، الناس، who drive ambulances، الناس اللي بيسوقوا العربيات الإسعاف دي، are called paramedic. اسمهم إيه؟ paramedic. اسمهم paramedics. زي كان هم بيقدروا give you، بيقدروا يدولك first aid very quickly، بيقدروا يدولك الإسعافات الأولية بسرعة جدا. Some countries، في بعض الدول، also أيضا، use، بيستخدموا الهليكوبترز، الطيارات الهليكوبتر. تمام أهي ديت يا ولاد، هي الطيارات الهليكوبتر اللي هي المروحية اللي بيبقى من فوق كده فيها مروحة. تمام. بيقول في بعض الدول بيستخدموا الطيارات الهليكوبتر دي to get people، علشان توصل الناس to hospital، للمستشفى. in an emergency، في حالات الطوارئ. These are very important، بتكون مهمة قوي. and can save life، وممكن كمان تنقذ الأرواح.
لان ايه السرعه بتبقى مهمه قوي في الحالات دي. استراليا is an enormous country. استراليا دي هي دوله عدد سكانها ضخم جدا، حوالي 7.69 مليون، حوالي 7 ملايين من الناس و 690 ألف سكوير كيلومترز. هي حوالي هي ضخمة جدا، هي مساحتها حوالي 7 مليون و 6.69 كيلومترز. It has a population هي فيها كثافة سكانية of about 25 مليون people، فيها حوالي 25 مليون من الناس. Most of the people معظم الناس live near the coast بيعيشوا بالقرب من الساحل. Around the country حول البلد about one third حوالي تلت، حوالي one third اللي هو تلت يعني live in the countryside، حوالي تلتهم بيعيشوا في الريف. In areas في مناطق that are a long way بتكون بعيدة قوي طريقها from towns عن المدن and hospitals والمستشفيات. فبيعملوا ايه بقى لو حد مريض؟ Sometimes احيانا about a 6 hour drive يعني بتستغرق ان هم يقدروا يروحوا في 6 ساعات، لو ان هم بيروحوا في المستشفى بتستغرق 6 ساعات بالسيارة. تمام، ده expression كده a 6 hour drive يعني 6 ساعات بالسيارة. What happens ايه اللي بيحصل when you are sick لما انت تكون مريض؟ You can call the flying doctors تقدر تتصل بالاطباء الطيارين. تعالوا نشوف كده في page 127 the royal flying doctor يعني خدمة الطبيب الطائر الملكي. royal service الخدمة دي brings بتحضر ايه بقى؟ medical help خدمة إسعافات to people للناس all over Australia في كل أنحاء أستراليا. The flying doctors الأطباء الطيارين دول are pilots بيكونوا طيارين as well as doctors وكمان أطباء. تمام؟ they can help بيقدروا يساعدوا with emergencies بالحالات الطوارئ or injuries أو في الإصابات where they happen اللي بتحدث and they can fly people وبيقدروا يوصلوا الناس بالطيارات to hospital للمستشفى. It's much quicker طبعا دي أسرع يعني أكتر than traveling by road بالتنقل عبر الطريق. لا هم بيسافروا عبر الإيه؟ الأير، عبر الهواء الجو. The Australian Flying Doctor Service يعني خدمة الطبيب الطائر الأسترالي دي has فيها 77 airplanes فيها 77 طيارة. There is a lot of medical equipment inside بيوجد فيها الكثير من المعدات الطبية بداخلها and they can be used وبتقدر تستخدم as hospitals كأنها مستشفيات بالضبط. الدكتورز كان even do operations inside the planes تخيلوا يعني الدكاترة كمان بيقدروا يعملوا حتى عمليات داخل الطائرات ديت. تعالوا نشوف بقى نحل على درسنا ده في page 128. بفكرك دلوقتي تدوس لايك للفيديو، يا ريت كل اللي بيتفرج عليا دلوقتي بيشوف الفيديو يدوس لايك. تعالوا نشوف exercise number 1 choose. اول حاجه when you are sick عندما انت تكون مريض. اول حاجه you can go to a، اربط دايما بين حاجه وحاجه، اربط بين sick مريض وبين hospital. طيب number 2 the people who drive ambulances الناس اللي بتسوق السيارات الاسعاف are called اسمهم ايه؟ paramedics اهو. تمام رقم 3 استراليا is 7.69 مليون. تمام مساحتها عباره عن ايه بقى؟ كيلو متر مربع square kilometers. كمان رقم 4 in an emergency في حالة الطوارئ you can انت تقدر go in ايه؟ انت تقدر بتذهب في ايه؟ في ambulance في سيارة اسعاف. There is a lot of medical بيوجد الكثير من ايه بقى؟ equipment المعدات الطبية in hospitals في المستشفيات. رقم 2 بيقول لك اكتب جملة، لازم تتعلم تكتب جملة. احنا دلوقتي بنأهل طفل يتعود على كتابة الباراجراف لأن الباراجراف كلامي ده بقى للتيتشرز وللأمهات وللبيرنتس عموما للوالدين.
ان هم يأهلوا ازاي الطفل ان هو يكتب باراجراف عن طريق ان هو يعرف يكتب جملة. الباراجراف عبارة عن جمل، فاحنا هنعلم الطفل ازاي يكون جملة علشان يقدر بعد كده يكتب باراجراف صح. عندي كده في الصورة صورة سيارة اسعاف امبيلانس وبيرميديك اللي هو المسعف الشخص اللي بيكون فيها. فانا هبدأ اكتب جملة، اقدر اكتب اقول ايه بقى، اقول عايزة اقول ان الناس اللي بيسوقوا عربيات الاسعاف بيسموا paramedics. تعالوا نكتبها، ها the people الناس، هكتب كده the الالف واللام، وبعدين اكتب people يبقى ده الناس. طيب الناس اللي، كلمة اللي بقى تبقى معناها هو. طيب بيسوقوا يبقى drive، بيسوقوا ايه، ها الambulance ام في لانس، بيسوقوا عربيات الاسعاف. cold يسموا، اسمهم ايه بقى، وابدا اكتب الكلمه اللي عندي paramedic. تمام paramedics بقى جمع طالما قلت خلاص، واقدر اقول the person who drive ambulance called paramedic لو انا هتكلم على مفرد بس. الجمله الثانيه بستخدم فيها sick مريض وhospital مستشفى، اقدر اقول ايه، لما احنا بنكون مرضى بنذهب للمستشفى. اقدر اكتب، بصوا اللي هي زي اللي فوق دي، when الجمله الاولى دي اهي يا اولاد، when عندما، ها we او you بقى، انت او نحن are sick بنكون مرضى، we can go to hospital بنقدر نذهب الى المستشفى. تعالوا نحل السؤال رقم 3 وهو عباره عن بسج ومديني كلمات تحتيها وجمل. نمبر 1 عادل wasn't sick، عادل ما كانش مريض. اطلع للقطعة واشوف نفس اللي مكتوب ولا لأ. في القطعة بيقول لي عادل ووسك، لأ يبقى هنا في القطعة مديني ووز، وهنا قال لي wasn't، لأ يبقى فولس يبقى غلط. طيب رقم 2 the father called a taxi، يعني الاب نده على تاكسي. تعالوا نشوف القطعة كده، his father called the ambulance، لأ هنا صارت اسعاف يبقى فولس. تمام نمبر 3 عادل's friends، أصدقاء عادل didn't wear a face mask. تعالوا نشوف his friends، أهو هو قال his friends أهو أصدقائه، visited زاروه، they were wearing face masks، هم كانوا لابسينه، هم هنا قال وdidn't، لا يبقى برضو false. رقم 4 the doctors in the hospital examined عادل، فحصوا عادل، كشفوا عليه يعني. تعالوا نشوف the doctors examined him، هو بيتكلم على عادل يبقى true صح. لازم يكون الجملة نفس الكلام اللي مكتوب في البسج اللي قدامي، يكون نفس كل حاجة، مفيش ولا كلمة ناقصة ولا كلمة زيادة ولا كلمة حتى مختلفة. تعالوا نروح لبيج 129 ونشوف مع بعض كده السؤال رقم 4 وهو عندي الكلمات paramedic و emergency طوارئ و surgeons الأطباء الجراحين. number 1 the ايه بقى drives the ambulance، مين هو اللي بيسوق سيارة الإسعاف، الشخص المسعف اللي هو اسمه paramedic. number 2 the ايه can even do operations inside the planes، مين هم اللي بيقدروا يعملوا الأوبريشنز، دايما اللي بيعمل الأوبريشنز العملية الجراحية الجراحين اللي هي السيرجنز. تعالوا نحل رقم 5 وده سؤال ماتش، ونتعلم مع بعض ازاي نربط بين الكلام وبعضه عشان نكون جملة. نمبر 1 اول حاجة the paramedics give، المسعفين بيعطوا ايه المسعفين. تعالوا نشوف كده، هم اكيد المسعفين بيدوا الاسعافات الاولية، فاحنا هنربط بينهم وبين الفيرست ايد اللي هي الاسعافات الاولية. تمام علشان كده هنختار نمبر دي وهنقول the paramedics give the patient a first aid. نمبر 2 call the ambulance يعني اتصل بسيارة الاسعاف في حالات ايه الطوارئ، يبقى in emergencies. دايما اربط بين الامبولانس وبين الامرجنسي حالة الطوارئ. رقم 3 if you are sick، اذا انت كنت مريض you go to the hospital، هنربط بين السك وبين الهوسبيتال هنا رقم 3. تعالوا نحل السؤال رقم 6 وهو ازاي هنقرا وهنرتب الكلمات وهنكتب جمله مفيده. نمبر 1 وي معناها نحن، ودكتورز اطباء، ودو
فعل مساعد ونيد يحتاج وفلاينج يعني يطير. نمبر 1 هنختار دو اللي هي فعل مساعد. يبقى أنا كده أنا هكون سؤال. يبقى أنا هحضر في مخي بقى تكوين السؤال. تكوين السؤال إيه؟ أول حاجة لو أنا بدأت بفعل مساعد هبدأ أدور بعده على طول على فاعل. خلي بالك الفعل ده ممكن يكون I أو he أو she أو it أو they أو you أو we أو اسم ولد، اسم بنت، حيوان، جماد، مفرد، جمع، اسم زائد اسم، كل ده الفاعل. طيب يبقى أنا بعد الفعل المساعد أبدأ أدور على الفاعل. فين الفاعل هنا؟ وي. بعد الفاعل أبدأ أدور على الفعل الأساسي. فين الفعل الأساسي هنا؟ نيد. تمام؟ طيب بعد كده أكتب إيه؟ إحنا كتبنا لحد كده إيه بقى؟ دو وي نيد. هل إحنا بنحتاج إيه بقى؟ أطباء طيارين. يبقى هختار الصفة الأول. لو أنا عندي اسم وعندي صفة يبقى أنا في الإنجليش هكتب الصفة الأول وبعد كده الاسم. طيب رقم 2 بقى، أول حاجة عندي هي an emergency حالة طوارئ، وكان يستطيع فعل مساعد، وان حرف جر، ويو أنت، وان ambulance اللي هي سيارة الإسعاف، وان حرف جر تاني وجو يذهب. أنا هبدأ حرف الجر ان، وبقول في حالات الطوارئ. يبقى هقول in an emergency في حالة الطوارئ، وابدأ أكتب بعد كده بقى أكون جملة بقى. هقول إيه؟ أبدأ بالفعل اللي هي you، وعندي فعل أساسي وفعل مساعد، فأنا هبدأ بفعل إيه؟ مساعد. you can go، تقدر تذهب إيه بقى؟ في عربية إسعاف، an ambulance. طيب تعالوا بقى لسؤال البنكتويشن. عشان احل سؤال البنكتويشن لازم حتى قبل ما اقرا الجمله نفسها على طول اكتب اول حرف كابيتال ليدر. طالما اول حرف في بدايه الكلام سواء بقى جمله او سؤال لازم اكتبه كابيتال ليدر، وهنا حرف ال W هكتبه كابيتال، وابدا امشي بقى بالكلام. وات هابنز وين يو ار سيك، ماذا يحدث اذا انت عندما تكون مريض. هنا اكتب بقى نقطه ولا علامه استفهام، دي هحدد اللي بيحددها لي اول كلمه. اول كلمه هنا وات، وات دي أداة استفهام. وطالما بدأت الكلام بأداة استفهام يبقى ده سؤال، يبقى لازم طالما سؤال أكتب في الآخر علامة الاستفهام. كده أكون حليت معاكم كل أسئلة درسنا. يارب يكون الفيديو جيب النفع والفايدة عليكم. باي باي.